سهرة مفتوحة، يقدمها طاهر أبو زيد. في جو من عبق البخور، وحيث تطل علينا آلات الموسيقى من بيانو وعود، وحيث تشرف علينا أيضا صور دينية جميلة للكعبة، ورجال يمسكون بالمصحف الكريم يتلون القرآن الكريم، في هذا الجو المعطر الروحاني نسجل سهرة الليلة. وصاحبة هذه السهرة تقدمت لنيل رسالة الدكتوراه في الموسيقى برسالة هامة عن الموسيقى في الإسلام، ونجتمع أيضا مع ربة البيت، نجتمع مع بناتها ومع زوجها في جو أسري لطيف. مساء الخير دكتورة سهير عبد العظيم. أهلا، مساء النور. يعني احنا سعداء جدا اولا بهذا الجو، يعني اول مرة اسجل سهرة ويستقبلني فيها عطر البخور الجميل. وبعدين ارجوك تقدمي لي اللي حاضرين معاكي دلوقتي، زوجك وبناتك. زوجي الاستاذ علي تموم، مدير بنك اسكندرية فرع مصر الجديدة. اهلا وسهلا. غادة ابنتي الكبيرة، غادة علي اسماعيل تموم، في أولى إعدادي كلية البنات. أيوة. سالي ستة أو قبول شهادة الابتدائية في نفس الكلية برضو، وبعدين راشا الابنة التالتة وفي سنة خمسة ابتدائي بالمرحلة الأولى يعني في مدرسة عروبة لغات. ونسيت تقدمي لي حاجة مهمة أنا يعني حسيت بها في البيت، هي جو الإيمان والنقاء والجو اللطيف اللي بيعمر هذه الحياة الطيبة يعني. وفي الحقيقة ده شيء جميل جدا إن احنا نجد أسرة شرقية تجتمع حوالين الموسيقى وأيضا القيم الروحية الاثنين معا، لأن احنا تعودنا إما إننا نلاقي ناس يعني أخذتهم شطحة في الاتجاهات الغربية وفي اتجاهات ما يسمونه المودرنزم، وإما ناس يعني يتملك أمرهم كثير من التزمت تحت شعار أو آخر. لكن في هذا الجو الحقيقة بتجتمع الموسيقى مع العلم مع صفاء جميل جدا. دكتورة سهير، ممكن أخذ فكرة عن رسالتك الموسيقى في الإسلام؟ والله أنا عايزة أقول إن إذا حبيت أعلم ولادي التدين ففعلا إن أنا علمتهم الموسيقى هي اللي ساعدتني فعلا على إنهم يكونوا متدينين. إزاي؟ يعني برضو بتسمو بروحهم، الموسيقى بتساعدهم على سمو الروح وبتساعدهم على الإحساس المرهف، وبتساعدهم فعلا على إنهم يكونوا يتعلموا إزاي يكونوا إحساسهم يعني في شفافية. أيوة. والدين بيسعوا على هذا الكلام. ده صحيح، يعني بتمهد الأرض لتقبل الأفكار السامية اللي بعثت بها الأديان. أيوة. يعني أيوة. خصوصا أن الموسيقى أيضا بتتسامى بالنفس يعني. صح. وبعدين هم عندهم تذوق للجمال والروح، ده من العناصر الأساسية أن أنا أتذوق الكلمة وتذوق الفن وتذوق القرآن بمعانيه. ده شيء جميل جدا. طبعا احنا هنتكلم كتير عن رسالتك، لكن ابتداء انا عاوز اعرف علاقتك بالموسيقى. والله انا يعني حبي للموسيقى خلاني تخصصت فيها ودخلتها من بعد الثانوية العامة، يعني ثانوية عامة عادي وبعدين دخلت الموسيقى. بعد كده درست الموسيقى بتفوق وعينت في الكلية معيدة فيها. كلية التربية الموسيقية بالزمالك. كلية التربية الموسيقية بالزمالك. دي تبع الجامعة. جامعة حلوان. تبع جامعة حلوان. أيوة. بعد كده درست الماجستير ودرست الدكتوراه، واخترت موضوع الدكتوراه يعني الموضوع
ليتمم ما أتمناه من صلة الموسيقى بالدين. أيوة شيء جميل جدا. طب حضرتك بتدرسي إيه في المعهد؟ والله أنا متخصصة في فروع الموسيقى العربية اللي هي يعني اللي هو سواء سولفي الشرقي، سواء تحليل شرقي، أو تدريس عزف الآلات الشرقية. حضرتك بتدرسي إيه من الآلات الموسيقية؟ العود. اخترت العود ليه يا ترى؟ والله أقرب آلة للقلب يعني بالنسبة لي يعني، أو أنا أعتقد يعني إن هي أقرب آلة لصوت الإنسان. أي مع أقرب آلة لصوت الإنسان هي العود. العود، لأن يعني لو أقول الكمانجة ما أقدرش أجيب طبقاتها، مش الطبقة بتاعة الصوت. أي يعني أعلى من الصوت. أعلى من الصوت يعني. أي. إنما العود في طبقة صوت الإنسان. طبقة صوت. آه. الحقيقة يعني اختيارك للتعبير ده اختيار موفق، لما تقولي أقرب آلة إلى قلب الإنسان. هي أقرب آلة يمكن معنويا، ودي مسألة بيختلف فيها الناس. آه. إنما أقرب أيضا ماديا، لأنه الإنسان لما بيمسك العود بيحطه فعلا على صدره. على يعني تلاقي الناي في شفاه الإنسان. أيوة. تلاقي كمانجة فوق كتفه. لكن الآلة التي يحتضنها الإنسان احتضانا هي العود، ومتهيألي لا يعزف وأوتاره لا تخرج نغم إلا بهذا الأسلوب. دكتورة سهير، متهيألي نبتدي وبناتك حوالينا دلوقتي ونسمع مع بعض أي مقطوعة شرقية، تختاري لنا إيه؟ زي ما بيحصل يعني إن احنا نبتدي بالموسيقى. طب قالب موسيقي. أيوة. من القوالب الشرقية الصميمة، تحميلة سوزنيك. والتحميلة دي عبارة عن قالب من القوالب الشرقية بتعزف من تخت. أيوة. من تخت موسيقي. أيوة. بيكون مكون من آلة فردية، يعني عود واحد، قانون واحد، كمانجة واحدة، يعني ناي واحد، قانون واحد، ومعهم الإيقاع. كل آلة بتنفرد، بيعملوا لحن ميلودي لازمة موسيقية للجميع، وبعدين كل آلة بتنفرد بالتقسيم وبيرد عليها الآلات المختلفة أو التخت. يعني تنفرد كل آلة بتقسيم. دكتورة سهير، إليك بريشة العود ونسمع أنغام من تحميلة. Thank you.
جميل جدا. مش بتسقفوا ليه لمامتكم يا بنات؟ لا ده يعني شيء جميل حقيقة. وزي ما حضرتك قلتي فعلا أنا كنت حاسس أنه لو كانت الآلات الأخرى موجودة وماشية باللحن الأساسي وبعدين يطلع العود يقول حاجات ويرد عليه بيبقى جميل قوي. يعني هي بالتخت طبعا أوقع لأن هي يعني مؤلفة للتخت أصلا. دكتورة سهير، ما هو الفرق بين التخت بمعناه الفني والأوركسترا؟ لو قلنا التخت هو نواة من الأوركسترا. نواة؟ نواة من الأوركسترا. ليه؟ لأنه بيمثل كل نوع من الآلات آلة واحدة. بيبقى يعني مصغر يعني مصغر للأوركسترا. أوركسترا عدد معين من الآلات يعني بنسب معينة. يعني عدد كبير يعني كبير بس بنسب معينة يعني. طب إنما في التخت بيبقى يعني نموذج واحد من كل آلة، يعني بيبقى فيه كمانجة واحدة. كمان إذا كنا هنعمل تخت، ما هو ده التخت يعني بتبقى نسب معينة. يعني لو هو المفروض تبقى كمانجة واحدة، ولو زادوا اتنين كفاية لأنها بتبقى قانون واحد. كمانجة واحدة لو اعتبرنا أن الكمانجة صوت ضعيف شوية هنحطها اتنين. ناي واحد يعني آلة بتمثل النوعية. ده من حيث تكوين. من حيث المضمون طبعا ده بيعبر عن موسيقى غربية غالبا الأوركسترا. وأحيانا شرقية. يعني مش لو قلنا حسب تكوين الآلات. يعني حطيت القانون والناي والعود اصبح حاجه شرقيه. لو حطيت له الآلات النفخ والشيل والكونترباس والكمانجا مظبوطه غربي هيبقى نوعيه غربيه وهيعزف معزوفات يعني على غربية. حسب الآلات الموجوده يتكون النغم يعني. استاذ طموم. ايوه يا فندم. اولا انا اسمع اسم طموم ده، مش فاكر انا يعني اسمعه من اين. يعني الحقيقه ان احنا يعني اسم في اذني. وعندنا العيله بتاعتنا كلها ازهريه. هم غالبا خريج الازهر. وكانوا مدرسين للغه العربيه والشريعه. يعني فعلا تذكرت الان يعني دائما اسم طموم يا اما يكون مدرس يا مفتش يا شيخ في جامع. دي ده لكن دي انت اللي خرجت عن هذا الخط وبقيت مدير بنك. دي يعني اول واحد في العائله يقوم بيشتغل في بنك. اول تمرد. اول تمرد على ال... طب ايه رايك يا استاذ طموم في اسلوب التربيه بتاع بناتك؟ والله يعني هذا يعني الاسلوب يعني موقفك منه ايه كرب اسره؟ احنا الحمد لله انت زي ما انت عارف النشاه اساسا دينيه. كويس قوي. فوفقت الحمد لله وفي ظل الجيل الجديد دوت ان احنا برضو ننشئ بناتنا على التربية برضو الدينية اللي احنا تعلمناها قبل كده، وبرضو متطورين شوية مع العصر في انه دخلنا بقى الموسيقى. في يمكن انا كنت محروم من الحاجات دي قبل كده، فلما اخترت مراتي اتخذتها برضو موسيقية. كان اختيار ونعم الاختيار بجد يعني. فديت برضو كنت عشان انا كنت احب الطرب شوية. يعني هو أمر مشروع يعني. يعني الاستمتاع الحلال ليس شيئا بغيضا في الدين. يعني الدين لم يأتي ليجعل الناس يعيشوا في حياة كلها قسوة وكلها شظف، وإنما أيضا بيعطي الروح حقها وبيعطي الفكر حقه وبيعطي يعني الموسيقى يعني الجيدة التي تسمو بالروح في حدود علمي لا أعتقد أبدا أنها تتنافى مع أي مبادئ دينية، فضلا عن مبادئ الدين الإسلامي يعني. ده كلام مظبوط. حتى حضرتك تلاقي من الملحنين من هم خريج الأزهر. الشيخ زكريا مين؟ أحمد. ده خريج الأزهر. خريج الأزهر. كل تقريبا ما من ملحن أو مغني ناجح لما كان يعني موفق لما كان درس ومجود القرآن وخرج دراسة أزهرية. يعني قطعا هو تجويد القرآن. وحتى ام كلثوم طبعًا. ام كلثوم وعبد الوهاب والشيخ زكريا احمد وسلامه حجازي وكلهم كلهم الشيخ المنيلاوي. يعني بس دول كلهم اعمق المغنيين واعمق برضو درسوا دراسات دينيه في المعاهد الازهريه. يعني قطعا الفن غلب عليهم، يعني اخذوا بجانب من الدراسه ثم يعني جرفهم الفن الى شاطئه يعني. صح. بس هو بتنتج من
التواشيح الدينية في حلقات الذكر، ترتيب التواشيح الدينية من حلقات الذكر والأذكار والحاجات يعني دي، ما من مطرب الإنشاد إلا ومر بالمولد، ما يسمى المولد، في المولد بيشوفوا الأذكار وبيشوفوا التراتيل وبيشوفوا هذه الحلقات. فيعني حتى سيد مكاوي يعني آخر يعني أنا أقصد أقول من حلقات الذكر ومن الإنشاد الديني ومن التواشيح الدينية بينشأ منهم المغني أو الملحن. طب متهيألي تطبيقا لما سمعناه عن إنه التربية الدينية الممتزجة بجو روحاني موسيقي، نسمع من بناتك وإنت حضرتك معهم إيه، وباباهم معهم كمان، نسمع منهم إيه؟ تحب حضرتك تقول ابتهال دي، أقول ابتهال ديني؟ هم هيردوا عليك فيه، احنا عاوزين نسمعهم. ها ما هو معايا برضو. طيب I'm
جميل يعني، وبنرجو من الله العفو فعلا. يعني أنا كان إحساسي وأنا بسمع هذا إنه ربنا يتقبل من هذه العائلة الطيبة يعني. صحيح. في الحقيقة الضيف اللي دخل دلوقتي ودخل على أطراف أصابعه علشان كانوا بيغنوا، نحب نتعرف بيه. الأستاذ الدكتور محمد كمال جعفر، أستاذ الفلسفة الإسلامية، كلية دار العلوم جامعة القاهرة. يا ده شيء رائع جدا، ده يعني زي ما يكون مصادفة. هو جاي زيارته مصادفة؟ زيارته لأن هو صديق للعائلة فعلا، لأن الشيخ طموم زي ما كلمت سيادتك كان أستاذه، فما فيش في يعني أنا ما بصادفش حد غير ما الاقي سيرة أجدادي أو أعمامي دائما على ألسنة الناس المثقفين وخصوصا علماء هذا الجيل. ده شيء جميل جدا. تصور بقى يعني فلسفة وإسلامية ولغة عربية ودار علوم وحكاية. أهلا يا دكتور. أهلا بيك دكتور. إيه رأيك في رسالة الدكتورة سهير عبد العظيم؟ والله هو موضوعها بالذات يعني هذا الموضوع سرني لسببين. السبب الأول أن المقالات اللي كانت بتكتب بلغة أجنبية كانت دايما تنعى على المفكرين المسلمين والفكر الإسلامي ككل خلوه من المسحة الفنية أو النظرة الجمالية، مما بيترتب عليه قتل أو وأد الحس الفني لدى الطفل، وده عنصر هام جدا في الحياة الإنسانية. فأنا دأبت على البحث في خلال التراث، وأخرجت عدة بحوث في مجلة المسلم المعاصر عنوانها آفاق الانبثاق الإسلامي لفلسفة الجمال والفن. وبينما أنا في حومة دوامة البحث قابلت الأخ الأستاذ علي طموم في أحد البنوك، فرأى في يدي فصلة من البحث اللي كان منشور إليه، فهو بسرعة أدرك صلة البحث بموضوع رسالة زوجته الدكتورة سهير، فحدثني عن موضوع رسالتها، فسررت كثيرا لأنني كنت أرجو أن يجند الفن في تربية النشء الإسلامي والتعرف على عيون التراث خصوصا في مجالي الفن والجمال. ولهذا أنا سررت جدا ودعيت فعلا، وربما أسهمت إلى حد ما في يعني توجيه الطالبة، وكانت مسرورة جدا وفرحت فعلا كأنما وجدت كنزا، ثم سعدت أيضا بالمشاركة في مناقشة هذه الرسالة. وهي كعمل رائد في الدراسات الفنية في الإسلام طبعا تعتبر ولا شك إنجاز، على الأقل يزيل اللوم عن جيلنا المعاصر، لأن كل جيل بيمر ولم يدرك ما في تراثه من كنوز، فهذا حج على الجيل المعاصر. وأعتقد أن دكتورة سفير بهذا تلافت كثير من اللوم على أفراد هذا الجيل، وخصوصا في كلية التربية الموسيقية حين تمسها النظرة الموسوعية إلى الموسيقى في الإسلام، وقد امتنع كثير من الناس عن الاشتراك فيها أو القرب منها مخافة أن يقع فيما كما يقال في محرم. ولقد فزعت كثيرا لهؤلاء الذين يتصدرون في الإفتاء الديني لتحريم كل شيء، حتى كأنما الدنيا بأسرها قد حرمت على الأفراد الناس خصوصا المسلمين، وعليهم أن يولوا ظهرهم لهذه الحياة وأن يبدأوا الآخرة من الآن. يعني فعلا هذه هي الصورة التي يرتئيها يعني المسلم المعاصر اللي بيفتح عينيه على الفنون ويجد مؤامرة صمت غريبة جدا حوالين كل الفنون الإسلامية وخاصة الموسيقى، وفي أحسن الفروض بيجد مؤامرة الصمت، لأن أنا عاوز أقول إنه هو بيحرم أصلا كل شيء. فيعني كان شجاعة من ضد الروح الإسلامية. يعني المحرمات في كل قاعدة في كل دين في كل نظام وضعي حتى المحرمات دايما قليلة، فتكون محصورة فتذكر بالنص. ما وراء المحرم بيبقى حلال، فلأن ساحة الحلال أوسع. يعني الأصل الإباحة.
الأصل الإباحة. يعني فعلا يعني الأصل أن تباح الأشياء ولا تقيد إلا استثناء يعني. إلا بنص. أو قياس متفق عليه. دكتورة سهير، أنا بعتقد أنه كان شجاعة منك أنك تطرقي هذا الباب. كان قدامك طبعا عشرات الموضوعات اللي ممكن تعملي فيها رسائل دكتوراه، لكن أنت أثرتي موضوع أولا صعب بطبيعته وشائك وغير مطروق. فإيه السبب اللي خلاكي تنهجي هذا النهج ابتداء يعني؟ المفروض والله كان لازم حد يتركه، وبعدين مش هقول لحد اترك، ولكن ابدأ انا بترك هذا الموضوع. ده مبدأ ظريف. يعني ما انتش مستنية حد تقولي له اترك الباب. مش معقول هقول له اترك، ولكن المفروض لكن انا ابدأ. غريب انه لم يطرقه احد من الرجال وطرقته الدكتورة سهير، يعني لاني كنت برضو حريص على اني اعرف صلة الموسيقى بالدين ايه. ايه حصيلة ما وصلت اليه يعني؟ ان مش معقول ان احنا هنحرم الموسيقى مجرد انها صوت انسان او صوت آلة. ولكن اذا استعين بها على محرم فهي حرام. ولكن الموسيقى في حد ذاتها لم تحرم ولا في الدين ولا في القرآن، ولم يذكر حرمانها في اي مجال من المجالات يعني. فما بالك اذا كانت هتخصص لتربية النشء والهدف الديني وسمو اتجاهات روحية ودينية. صح. زي ما بنسمع في الأغاني الدينية وغيرها بنحس أنها حاجة مطلوبة يعني. يعني على سبيل المثال شوفي قصيدة شوقي بتاعت نهج البردة، أو الهمزية ولد الهدى فالكائنات ضياؤه، يعني لما اتقالت بصوت أم كلثوم وبألحان رياض السنباطي وموسيقاه العظيمة وصلت لجماهير عريضة قد إيه، واستطاعوا أنهم يتذوقوا كلمات شوقي وتذوقوا المعاني الدينية الرائعة في هذه القصيدة وتغنوا بيها يعني فعلا. كل ما يقرب إلى الألحان مهما صعب كلماته أو صعب معناه فبيبقى قريب للإنسان أن هو يحسه أو يشعر به. كان منهجك إيه في عمل الرسالة يعني؟ والله اتبعت الحقيقة قسمتها لأربع جوانب تقريبا. جانب تاريخي اختص بعرض التاريخ للموسيقى في الإسلام في العصور المختلفة يعني. وما قبل الإسلام. أنا قريت الرسالة بتاعتك أيضا. يعني الموسيقى في العصر الجاهلي، ثم في العصر الإسلامي، ثم في الأموي والفاطمي والعباسي عرضت التاريخ عموما يعني مظاهره. في الجانب الثاني طرقت موضوع القيم الجمالية والأخلاقية بالنسبة للدين الإسلامي، والقيم الجمالية والأخلاقية بالنسبة للموسيقى. وربطت العلاقة بينهم، هل هم بيتفقوا ولا بيختلفوا. وبعدين عرضت رأي الدين في أو علاقة علم التجويد بالموسيقى الأول. علاقة علم التجويد بالموسيقى، زائد على أن أثر تجويد وترتيل القرآن الكريم كان سبب في نجاح كبار الملحنين والمغنيين. وفعلا عرضت الشخصيات اللي أثر عليهم ترتيل وتجويد القرآن. وبعدين عرضت رأي الدين في آخر الجانب الفني ده. وبعدين الجانب الفني اللي هو الجانب الثالث عرضت فيه المظاهر فعلا اللحنية اللي بنتركها في الدين مغير ما بنشعر ان هي لحنية يعني، او مغير ما نقول ان احنا بنغني او بنعمل، زي مثلا الأذان بنسمعه بلحن. سجلت هذا اللحن او الألحان اللي بيؤذن بها الأذان، كذلك تكبيرات العيد، التواشيح الدينية، الابتهالات، جميع الألحان اللي بتطرق في الجانب الديني. وبعدين جيت في القسم الرابع أو الجانب الرابع عملت طبقت النظرية طبقتها يعني، فلحنت أسماء الله الحسنى 99 اسم وحفظتها للأطفال في سن 8-9 سنين. وشفت المظهر اللي طرق هذا الحفظ عليهم، فلقيت ان فعلا الاطفال كانوا سعداء جدا بها، وخصوصا ان كل معنى كل اسم ليه معنى جميل. فالطفل كان بيشعر بالاسم بتصويره للحن. يستطيع ان يتعمقه ويتفهمه خلال اللحن يعني. خلال اللحن. وبعدين برضو الموسيقى ساعدته على الاستيعاب بسرعة جدا، لأن 99 برضو صعب على الطفل يحفظهم بسهولة. صحيح. إنما كان التنظيم الموسيقي أو سهلت لنا. وبعدين الدين عمره ما يمنع ما يسهل.
الأشياء. للوصول للوصول اليه يعني هنوصل هنوصل يبقى كنا نوصل مغير اي شوائب تشوب هذا الكلام. فما يعني ما اعتقدش ان ديني هل قابلتك عقبات في عمل هذه الرساله الضخمه؟ طبعا لازم هتقابلني عقبات, وخصوصا في المجال اللي غير تخصصي اللي هو النواحي الدينيه. النواحي الدينيه فكان اللي بيعيني على هذا المشرفين, مشرف التخصصي. كان مين ماسك الناحيه التخصصيه الدينيه في رسالتك؟ كان مسؤول عنها الدكتور ابراهيم جعفر, ابراهيم نجا, نائب مدير جامعه الازهر. نائب مدير جامعه الازهر ومحف طبعا الاقوال الدينيه والاحاديث الخاصه بالموسيقى الى اخره يعني معاك مش كده؟ يعني على الاقل كان يحمي هذا الجانب. يحمي هذا الجانب في رسالتك. كويس التعبير ده الحقيقه. يعني هل وجدت مراجع تسهل هذا البحث, ولا بنحس انه المراجع قليله جدا في هذا المجال, يعني مجال الفنون وبالذات الموسيقى؟ لا, ما هو انا ما خدتهاش من ناحيه الجانب الموسيقي الفني الديني. لا, انا اخدت جوانب دينيه صرفه واخدت جوانب موسيقيه صرفه وربطت بيهم انا. كان دور الربط. انما ما فيش كتب في المجال في الاثنين. ما فيش كتب كثيره تعرضت لموضوع الرساله. فكانت الجانب كل جانب على حده. طيب, يعني بعد الصورة التحليلية البسيطة اللي نقدر نقول انها لا تعطي فكرة تامة عن الرسالة, لان الرسالة محتاجة الى بضع ساعات ليقرأ الانسان, وهي رسالة قيمة فعلا, بقول ممكن نسمع مع بعض حاجة يمكن تؤكد بعض المعاني اللي حضرتك قلتيها. تحب حضرتك نسمع عليك صلاة الله وسلام؟ عليك صلاة الله وسلامه. دي اللي غنتها أسمهان. طيب حضرتك يعني عرضت لموضوع أسماء الله الحسنى. متهيأ لي ان احنا نسمع دلوقتي أسماء الله الحسنى مع بناتك. ممكن. طيب, ومع ضيفنا اللي حضر دلوقتي الدكتور جعفر يقول معانا مع زوجك. ها المغني المانع الضال,
كمان أقول الله. الحقيقة شيء لطيف أنه الطفل الصغير سن 19 أو 11 يحفظ 99 اسم. الحقيقة يعني زي ما قالت الدكتورة أنه بيساعد على الحفظ وعلى الفهم. سرعة الاستيعاب. طب دكتورة يعني أريد أن أقف وقفة عند الأقوال الدينية فيما يتعلق بتحريم أو جعل الموسيقى حلال. يعني ما تعرضت له في رسالتك من أحاديث تبرر وتؤيد أن الموسيقى حلال. هو بالضبط هي أصل دكتور جعفر. من حسن حظها إن أنا كنت يعني تخصصت في التصوف الإسلامي. أيوة. والتصوف المقارن. وكان باب في التصوف اسمه باب السماع. السماع اللي هو إباحة سماع الموسيقى أو الغناء. وقد قتل الصوفية هذا الموضوع بحثا، وعلى رأس هؤلاء الذين فصلوا القول في التحليل أو التحريم للموسيقى والغناء الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. أيوة. ده تعرض للموضوع، وأبو طالب المكي تعرضوا له بإسهاب وتفصيل، وكذلك ابن تيمية. ف أوردوا قول من حرم الغناء والموسيقى وأدلتهم. أيوة. وأوردوا قول من أباحه وأدلتهم. أيوة. وبمقارنة آراء التحريم بآراء التحليل يظهر رجاحة رأي من قال بحل الموسيقى إذا خلت من أي شبهة أو أوقعت أو لم توقع مستمعها في أي حتى حومة نحو الشبهة. ما دامت تخلو من هذا، وما دام الغرض فيها اللي بيسموه في الإنجليزي إليفيشن، رفع النفس. أيوة. وإعلاء الذوق وتحديده. فالإسلام لا يحرمها بل يدعو إليها، لأن الإسلام يدعوك إلى كل ما يكمل نفسك ويرفع من إنسانيتك. ونحن نلاحظ الآن مآسي تجاهل تربية أولادنا فنيا في مدارسنا وفي مساجدنا وفي جامعتنا. فتجد المدارس مشوهة، الجدران مشوهة، الزجاج بيكسر. بل أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، إلى أن رعاية الذوق الفني لدى الطفل يحميه من الجريمة عند الكبر. أكثر المجرمين أجرموا لأن حسهم الفني وذوقهم الجمالي وئد ومات من زمان، وكما نقول أصبحوا كأنهم قطع مادية لا تحس. فأعتقد أن الأدلة اللي عرضت لها الرسالة في جواز سماع الغناء والإنشاد والموسيقى والترنيم، أعتقد أنها كانت أدلة واضحة جدا، وإلا ما أقدم عليها الشيخ نجا. وطبعا عندنا الإمام الشافعي رضوان الله عليه، وهو صاحب مذهب مصر الأول، لأنه سيدنا الإمام الشافعي حين حل بمصر أنشأ مذهبا جديدا في الفقه خصيصا لأهل مصر بعد أن كان في العراق. أيوة. وهذا من الذكاء والمرونة وسعة الأفق. أيوة. للمشرع. أيوة. حين يتغير المجتمع يغير التشريع يعمل فيه لأنه مرن. يخليه مطابق للحال. لأنه مدام الإطار العام موزون وملتزم به، يبقى الفرعيات والصور الجزئية تتغير. لأن المفروض كده. ماذا صنع الإمام الشافعي إذن فيما يتعلق بالموسيقى، أو ماذا قال؟ قال إني لأطرب وكل طروب كريم، ولا خير في من لا يطرب. من لم يستطع أن يطرب فهو يعني والدابة سواء. أحيانا يقول هذا، بل إن الدابة تطرب. يعني الحصان يطرب والجمل يطرب والنبات. ثبت حديثا أن النبات نفس الأصوات الموسيقية قد تؤثر على نضرته أو إنباته أو إثماره إلى آخر كل هذه الأشياء. طب بالمناسبة، ماذا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالموسيقى؟ لأن أنا قرأت في الرسالة إزاي أهل المدينة
استقبلوا الرسول طبعا كما هو معروف للجميع يعني رجالا ونساء وأطفالا وهم يغنون بالدفوف طلع البدر علينا. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستنكر هذا رسول الله طبعا لم يستنكر بل إنه أرسل السيدة عائشة رضوان الله عليها تصلح بين زوجين مرة فلما عادت فقال قد أصلحت بينهما؟ فقالت نعم يا رسول الله. فقال هل أتيت بمن تغني لهما؟ أظن كان في زواج مش كده في زواج كان إصلاح دكتورة. ده إصلاح ده إصلاح ده إصلاح لأنها كانت طلاق بائن. في واحدة في زواج بعثت الفتاة إلى بعلها فقالت نعم يا رسول الله. فقال لها بعثت مع من يغني؟ ده في وقعة أخرى يعني الدكتور بيتكلم عن وقع غير اللي أنا كتباها غير اللي تكتباها في رسالتك. هي واقعات متعددة لكن حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر نص الأغنية حين ابتسمت عائشة وقالت له ماذا تقول يعني ماذا ستقول المغنية وانتظرت أن يجيب الرسول فقال لها تقول أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة الصمرة ما جئنا بواديكم ولولا كذا كذا يعني ذكر لها هذه الأغنية وهي لطيفة أغنية في من ألطف الـ 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 لكن هو في شبهة بقى عند كل مسلم وهي شبهة صرف الله النبي عن سماع الموسيقى يعني يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الوحي كان إذا سمع الناي بتوع الرعاة للأغنام كان يلقى عليه النوم أو ودي حادثة مرة كان يلقى عليه النوم ينام فلا يسمع إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ده إعداد خاص وبعدين الرسول طبعا لا يفتنه لا سمع ناي أو لا سمع موسيقى ده حاجة خاصة بالرسول لكنه لم حين رأى الدف يضرب والغناء ينشد لم يستنكر بل إنه كان يدعو إلى ذلك غاية ما في الأمر أنه كان لا يسمح بإحداث الفوضى أثناء الغناء أن يختلط الحابل بالنابل وأن تتخذ بقى تفتح ثغرات للانحراف يعني هو الإسلام يصحو عندما يرى منفذ للانحراف هنا يقف الإسلام والموسيقى مثلها مثل الخبز في الإسلام الخبز قد يكون حلالا قد يكون حراما السيف قد يكون حلالا زي الخبز قد يكون حراما قد يكون حراما إذا اكتسب من غير حلة أو إذا سرق أو إذا سرق أو إذا خلط بما يسكر يعني كل شيء في الحياة الإسلام لم يحرمه لذاته حرم عليكم الخبائث الإسلام حرم علينا كل خبيث فهل الموسيقى خبيثة؟ هو ده السؤال لا مش خبيث من جعلها خبيثة في بعض الأزمنة باختلاطها بالمجون فذلك ليس رجع للموسيقى الرجع للسوء الاستعمال يعني كانت بتتخذ أداة لهو فقط لا. ولذلك الجماعة اللي بيفسروا الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث بالموسيقى هؤلاء لم يفهموا اللغة العربية الله يقول لهو الحديث والموسيقى ليست حديثا وإنما لهو الحديث كانوا جماعة يقصون قصة جذابة يريدون أن يصرفوا بها الناس عن سماع القرآن فهذا لهو الحديث حديث مسلي يصرف الناس على القرآن فالقرآن وقف ضد هؤلاء وقال هؤلاء يريدون أن يجذبوا الناس ويصرفوهم عن القرآن ليستمعوا إلى القصص لا الموسيقى يعني المفسرين الذين أخذوا بلهو فسروا كلمة لهو الحديث بالموسيقى مخطئون لغويا ودينيا أما لغويا فكلمة الحديث لا تؤدي الموسيقى وأما دينيا فلم يرد عن رسول الله تحريم أو نهي عن استماع الموسيقى أو صنعها دكتور جعفر بس انت حضرتك دلوقتي بدخلنا في موضوع تاني شائك برضه لأنه لما ندخل في التسلية وأحد أهداف أجهزة الإعلام جميعا الترفيه فهنجد أن الترفيه أصبح مشكوك في أمره وخصوصا الدراما والقصص وغيرها وألف ليلة وليلة والحاجات المسلية دي كلها ما هو ده النظرة المتقوقعة المغلقة اللي لم ترى من دين الله الساحة الواسعة كأن الوجود ده كأن يعني هل خلق الله هذا الوجود عبثا إن خلق هذا الوجود لتتفتق أبوابه للطاقات والملكات أنا شخصيا حين أرى مغنيا أو أرى عازفا رائعا
أراه ثمرة من ثمرات القدرة. صح. يعني أرى فيه أزهار ربنا بتتفتح, عطايا ربنا ومواهب ربنا بتتفتق. زي العلم, زي العلم, زي الفن. وما أعتقد أن نهضة الأمم الآن إلا ما يساوق النهضة العلمية, نهضة فنية تبقى أمة ميكانيكية آلية بيتعاملوا على مستوى الكمبيوترز, لكن ما فيش لها لا قلب ولا روح ولا وجدان ولا كيان. والقرآن يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وكيف يتكون القلب؟ إذا أحس, إذا أحس بالجمال, إذا أحس بالفن, إذا أحس بالذوق. فالحكاية الإذاعة والتلفزيون وكونها فيها برامج ترفيهية دي سؤال آخر. يعني أنا شخصيا بالناحية الصورة العامة ستجد من يضيق بالإذاعة وبالتلفزيون, سواء حذفت أجزاء مما يعترض عليه أو لم تحذف. فهؤلاء كانوا يقولون منذ زمن قريب إن الشيطان في بيتكم. قال لي أحد الناس إن الشيطان في بيتك, فقلت له ما هو؟ قال الراديو. وأمرني بأن أحطمه. والآن خفت نغمته ولم يقل الشيطان, بقى يقول الآن على التلفزيون إنه شيطان. بس يعني ساب الراديو. ساب الراديو. أفرج عن الراديو. قال لك إن الكلام في الودان زي بعضه ويتنسي. لكن المشاهدة بقى خصوصا إذا جاء برنامج راقص أو برنامج كذا. إنما أنا بكرة يفرج عن التلفزيون برضه. بس مش بالصورة. أنا بقول إن يعني وسطا بين السخاء وعدم التحلل. يعني إن الإنسان الكل اللي يرفع من ذوق الإنسان وكيانه وكرامته اللي يخليه آدمي له روح, كل برنامج أو كل لون يساهم في هذا فلا يعترض عليه من الإسلام مدام بيحسن خلقه بيهديه بيجعله. أنا أعتقد أن الغاضب المحنق ده اللي متضايق اللي حيطأ القلق أنا بعتبره بعيد عن بعيد من الله أكيد 100%. ما هم متضايق ليه؟ ولو كان مش بعيد من الله ما كانش يتضايق. ايه اللي جربه؟ افرن سمع قطعة موسيقية فهدت اعصابه وارتاحت وقال الله. كلنا اذا رأينا معرض جمال بنقول ايه؟ الله الله. نسمع حاجة بنطرب ليها بنقول الله. لو في الحقيقة يعني بتجد بوضوح كامل الموسيقى القرآن من داخله. يعني وجد القرآن وفي داخله موسيقى. يعني موسيقاه الداخلية الروحية اللي بتؤثر في النفس وتهدهدها وتثرها وتخوفها وتردعها. لما تشوف يعني. ما تشوف سورة الفجر مثلا سورة واضحة. أما تشوف الريتم بتاع الموسيقى في الأول والفجر والانعاشر بعدين يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. تحس فعلا بالرهبة والقوة وكأنها موسيقى عسقرية. وجيء يومئذ بجهنم. نفس الرتم نفسه والوقع الإيقاع بتاع الآيات بيهز النفس. لأن القرآن ما بيخاطبش العقل أبدا لوحده, لازم يخاطب العقل ومعاه القلب ليتحرك الإنسان. وصحيح يعني لما تبص تلاقي كمان آيات القرآن باستمرار فيها كلمة السميع يعني جنب البصير السميع والسمع والقرآن اهتم بعملية المنافذ السمع الحس. منافذ الحس وخاصة طبعًا السمع طبعا هي وسائل المعرفة. منافذ الحس هي وسائل المعرفة والفؤاد اللي هو بيتممهم. طب ده حاجة ظريفة الحقيقة جدا ومتهيألي بقى نسمع ليه تعليق بس بسيط اللي هو كان فيه الشيخ العطار في القرن الثالث العشر الهجري كان معلق تعليق أو مدير الثالث عشر الهجرة كان بيعلق تعليق ظريف على مدى حبه للموسيقى. فكان بيقول من لم يتأثر برقيق الأشعار تتلى بلسان الأوتار على شطوط الأنهار في ظلال الأشجار فهو جلف الطبع حمار. يعني هو وصفه بتوصيف أو بتعبير من عنده قوي قوي. ده جاب كل المحسنات مش عارف يتحرك ما تحركش فده جلف الطبع حمار. فيعني ده برضو يعني وكان شيخ الجامع الأزهر برضو يعني في القرن الثالث العشر الهجري. طيب متهيألي نسمع كده عليك صلاة الله وسلام. هنسمع عليك صلاة الله وسلام موسيقى عليك صلاة الله وسلام. موسيقى فقط؟ تقريبا.
سلام عليك، صلاة الله وسلام عليك، صلاة الله وسلام. شفا يا قد الحسنين، ده محملك رجعت ايام هديه مليت كل عين. رائع الحقيقه. انت ملاحظه ان جوزك ما قدرش يمسك نفسه. يعني فضل يسمع مزيكا مزيكا والاخر انطلق بالغناء. اجمل ختام لهذه السهره ان احنا نعود فنبتهل الى الله مره اخرى. فمثال الابتهال بتاع الهنا ده ممكن يبقى ختام جميل، ختامه مسك يعني فعلا. ممكن؟ ايوه ممكن. طيب. سهير في الحقيقة احنا متشكرين جدا هذا اللقاء الممتع، وبنشيد مرة أخرى بشجاعتك وقدرتك على اقتحام هذه الموضوعات، وبنرجو ان احنا نشوف رسائل كثيرة في هذا المجال وكتب وتوضح لنا حقيقة ديننا فعلا. وبنشكر زوجك الأستاذ طموم وبناتك غادة وسالي وراشا والصغيرة آخر العنقود رنا. وبنشكر ضيفك اللي جاء الليلة دي الدكتور محمد كمال جعفر. محمد كمال جعفر. وبنشكر أيضا المصادفة اللي ساقته إلينا بعلمه وفضله وأدبه وفنه وكل ما أسبغه على هذه السهرة من جمال وقيم. أشكركم جميعا. شكرا. ونتمنى لكم كل توفيق وكل سعادة. شكرا. أيها السادة، شكرا وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع السهرة المفتوحة، لكم مني أطيب المنى طاهر أبو زيد.